والآن ننتقل مشاهدينا وإياكم إلى فقرة الطبخ. حياك الله يا شيف، يسعد مساكي. يسعد مساك، أهلا وسهلا. يعطيك العافية، إيش محضرات لنا اليوم؟ الله يعافيك. طبعا أنا دائما باجي بطبخ، بس اليوم أنا جايب صديقتي الشيف خلود السهير، راح تطبخ لنا أكلات السعودية بيور، طبق رئيسي وطبق حلو هلا راح تكلمنا عنه. فاجت على الرياض فحبيت نستضيفها في البرنامج وتقدمنا أطباقنا السعودية. نورتونا، أهلا بك. احكي لنا هلا ايش انت الاطباق، الطبق الرئيسي اللي راح تقدميه؟ طبعا هو طبق سعودي، عباره عن الحقيقه بما اني انا وصلت هنا على الرياض فحبيت اسوي اكله مخصوصه لاهل الرياض، حامل القرصان وحامل العصيده بالتمر. ان شاء الله. بس اضل وقت متى يعملوها العصيده؟ سلطه فريش. عفوا، العصيده هذه اكله نجديه؟ عصيده بالتمر؟ العصيده بالتمر هي اهل الجنوب يعني. بصراحة كل واحد له عصيدة تختلف العصايد. لا تكون هي نفسها المحلة. والله بصراحة ممكن المحلة، ممكن يعني هي تمر والدقيق صح؟ اي المحلة. اجل يلا تفضلي. طبعا هي هلا بدها، خلينا نتعرف على المكونات. اوكي. لا الطبق الرئيسي اللي هو انا بظن لخبط بين المرقوق وبين القرصان. عرفينا. حامل قرصان ومكوناته بصل، ثوم، بهارات، طماطم، كزبرة، كوسة، جزر واللحم. اللحم. طيب طبعا المرق والزيت هذا شيء اساسي والبهارات المشكلة. طيب بس هلا انا سؤالي، انا بالنسبة لي بفرق المرقوق عن القرصان، انه هذا هو القرصان اللي بتكون الرغفان للرقيقة صح؟ بالضبط. والمرقوق بتكون العجينة. العجينة وانت بنفسك تعجنيها وتقطعيها. تفرق بالطعم؟ هذه بالبر وعلى حسب المرقوق، ممكن تسويه بالابيض الدقيق الابيض وممكن بالدقيق الاسمر. البر. اوكي خلينا نبلش. اوكي خلص شغال. الزيت حنستخدم الزيت اللي هو النباتي. أكيد. عشان نقلب الخضار على ما اظن، والبصل. أكيد. واللحمه كمان. واللحمه انا اليوم بدي اتعلمها. اديني بالعقة. طبعا قبل ما تسخن حنتركه، طبعا معروف انه الزيت الافضل انه شويه يسخن علشان لما نحط اي مكونات انها ما تنزل الميه تبعت اي نسيج للحم او للبصل او هذه الشغلات، فبنتركها شوي لتسخن. اتوقع صارت كويسه. أوكي. تقدر تشتغلي. نحط اللحم. اللحم لازم يعني في ايش الاساس يكون هو؟ هو على حسب، دائما اللحم يكون محطوط مع نفس القرصان، يكون مطبوخ مع بعض. قصدي يعني عادي بعظم ولا بدون عظم؟ يفضل انه من دون عظم عشان يكون مهروس اكثر. أيوة. يقدر الواحد ياكل ما يطلع العظم. ايوه بالضبط. انا شفت انا مره مثلا مرقوق بيعملوه بالعظم كامل، وما بتفرق انه لحم عجل او لحم غنم او اي لحم، يعني ما بتفرق. بنعمل بالدجاج؟ اكيد نعمل بالدجاج. طبعا اشوح اللحم مع الزيت، نخليه شويه. ثوم مهروس. الثوم المهروس كميه منيحه عشان تغير طعم اللحمه. أيوة. واذا كان فيها زفر ان شاء الله. ايش البهار؟ احط البهار اللي هي السبع البهارات. البهار المشكل. أيوة. انه ما في له بهارات خاصه مثلا زي الكبسه البرياني، هاي شغلات لها بهارات خاصه. حلو. طبعا انا حرجع اعيد المكونات مره ثانيه. طبعا الاساس لل مش المرقوق، القرصان. القرصان. مش قادره تزبط، مش قادره تزبط معي. اللي هو هذا بكون جاهز على ما اظن، يعني بيقدروا يسووه في البيت، بس بتوقع هو بيجيبوه من السوبر ماركت جاهز. أيوة. اللي هي القرصان، اللحم، بصل مفروم، بس انا شايف كميه منيحه من البصل، بكون مفروم ناعم. وعندنا طماطم فريش، عندنا طماطم معلبه، بقدونس، كوسه، جزر طبعا، والملح والفلفل والبهارات والزيت عشان التشويح. وهذه المرقه، مرقه اللحم اذا بدنا نسلق اللحم او مرقه الدجاج، وممكن نستخدم مكعبات الماجي صح؟ اكيد. حط الطماطم. هي اكله صحيه على فكره، يعني لما تستخدمي لحم خالي من الدهون، وكلياتها عباره عن مكونات خضار، والقرصان نفسها معموله بطحين البر. اكيد. وتنفع يعني للناس اللي يعني بالذات دحين احنا داخلين في رمضان، الواحد يكون فاقد الطاقه كلها، فهذه الاكله تديك فيتامينات كل حاجه. حلو. انا اكلت المرقوق، القرصان اول مره يعني حدوقه.
اشوف انه بيفرق الخبز الموجود ولا لا او العجينه الموجوده، بس صراحه شيء بشهي. يعني حنطبخ الخضار كلياتها مع اللحم كلياتها بتستوي مع بعض، وانا بتوقع اذا كان اللحم فيه عظم لازم نسلق اللحم صح قبل. اكيد ايوه نسلقه، اما هذا اللحم انه ما بياخذ وقت كثير وراح يستوي ويكون فيه شوي طراوه انه ما ينشف. احط مرقه الدجاج زي ما حكينا، بصير مرقه لحم مرقه دجاج. أيوة أكيد. اي على حسب اللي انت بتعمليه. ايوه طبعا اخليه دحين يتسبك مع بعض. اوكي هحط عليه الجزر لانه شويه قاسي، يعني حنضيف الشغلات اللي بتاخذ وقت على تاخذ وقت بالطبخ. طب التقطيعات بتفرق يعني تقطيع الخضار؟ اكيد انه ممكن نحط مثلا نجيب البيبي نعمله شوي مدر، انه نجيب مثلا الجزر البيبي الكوسه البيبي كلها تكون قطعه كامله. ممكن هذه يعني تقريبا تعتبر من الاشياء اللي ممكن احنا بنحضرها اللي دحين في جيلنا، لكن زمان بتقطع اي حاجه. أيوة. شوي يطلع يطلع هتركها نغلي كده. ايوه احط عليها شويه ملح واسكها. هذا للتزيين. ايوه اوكي في كده. ايوه الغطايه تفضلي، حنشيلها على الجهه الثانيه عشان اذا انت بدك تبلشي. خلينا نبلش في الطبق الثاني. اوكي قبل ما تستوي اللحمه وتستوي الخضار اكون انا بادئه في العصير. حنترك المواد اللي احنا حنستخدمها كمان مره. اوكي عارفين على مكونات العصيدة، هي تعتبر نوع من انواع الحلا. اكيد الحلا يعني زبدة والتمر طبعا مشيول منه النوع حقه واللي هو الدقيق الاسمر وحبة البركة. ودحين تشوفوا معانا ايش حنعمل. اوكي اول حاجة حجيب الزبدة. طبعا هذه الاكله من بلد لبلد تفرق ومن منطقه لمنطقه تفرق وبرضه مسماها يفرق. هي بالفعل بتدفي بتعطي حراره. اكيد انا شفتها مره صاحبتي بتعملها الزبده بتحركه مع الطحين والحليب الباودر وبعدها بتنزل بالتمر عليه لبين ما يدوب طبعا والزبده وهيك، فعن جد بالفعل رهيبه وبتعطي دفى وشبع كمان. ايوه صح. والحلو فيها انه مثلا ممتازه للاطفال كمان. حلوه وبالشتاء زي ما قلتي، وغير هيك انه حتى لو ما ضفنا العسل حلات التمر لحالها بتكون بتعطي. وفي ناس اللي بحب الحلا بزياده انه بيضيف لها. اذا هلا مكوناتها اللي هي التمر الزبده طحين البر، لازم يكون طحين بر طبعا، وحبه البركه للتزيين، والعسل اللي بيحبه انه يكون شوي طعم حالي. كان يحطوا كمان فيها فلفل اسود. فلفل اسود تصير حاره كده. هذه يعني اسمها اظن الهريسه اللي تنحط فيها. أيه. وتكون ايوه اتوقع انا، لانه بصراحه اهل الرياض حقتهم اشياءهم غير واحنا اهل جده شيء يعني، فماني يعني كل واحد بيحط مكون يعني. لا نبي اكل احجازيه المره الجايه. ابشر من عيوني. التمر اول ما يتعرض للحراره بدوب بصير شوي، هو اولها بصعب بكون يتحرك، بعدها بشوي بصير لحاله مع الحراره انه يدوب. طبعا كميات بتكون مثلا انا هلا بدي اعرف الكميات، انه التمر مثلا انه انت هيك بتحطي مثلا تمر وطحين لبين ما تشوفيه وصل للملمس. أيوة اللي انت بدك اياه، انه ما في معايير محدده. ما شاء الله يعني هنا عاده يعني اللي بيسووا هذه الاشياء بيسووها بكميات كبيره. ما شاء الله يعني حتكون اكثر من كده فما تفرق معاهم. ايوه وغير كده مو بالملعقه الخشب هذه بيسوى الظهر بعصايه كبيره كده. ايوه اكيد هم يعني لهم عاداتهم وتقاليدهم، فاحنا بنحاول نقرب الصوره قد ما اقدر. هذا حليب. اذا بنرجع للمكونات مره ثانيه، تمر حليب زبده اللي هو طحين البر او دقيق البر، هذول المكونات الاساسيه. الاضافات ممكن نحط مكسرات بتوقع بتعطي. ايوه كاجو. ايوه العسل اذا بدنا نزيد الحلا.
التمر ما بدنا نعجنه كثير، انه تكون الحبه واضحه. بس برضو يعني تاخذ شويه لين على الحليب عشان تدي هنحركها. بلش يطرى. ايوه بدا. هاي عن جد مفيدة كثير، أنا بتوقع للأطفال يعني أكثر من هيك فايدة ما في. أكيد قمح وتمر وحليب. أنت عارفة حتى الواحد لما يبدأ دحين إحنا في رمضان، أول ما طبعاً أول ما يقدم طبعاً بدل ممكن تمر حناكل، بس ممكن هذه تكون بدل التمر معي. أيوة أو بدل الحلا، إنه الحلا أيوة بالضبط، الواحد يكون فاقد طاقة كثيرة من من الصباح. ممكن نستخدمها للسحور كمان. أيوة أكيد يكون مشبع. أيوة كامل يعني. انا صراحه حبيتها، بس قلت لك انه هذيك مش حليب سائل، كانت حليب باودر، خلطته مع شويه سميد وشويه طحين وحمصتهم لاعطى اللون البني، بعدها نزلت بالتمر هرسته كله مع بعض، فما كان في سوائل، فبتكون هي نفس التمر بيعطي العجينه. ايوه اكيد هو اصلا بس دحين احنا بندوب شويه تمر، ولما حنحط عليه الطحين حيكون زي العجينه. ايوه اكيد، ومو شرط يكون بني يعني زي لون التمر، يعني اهم شيء يكون طعم التمر فيها. التمر انواع والوان يعني ممكن ما يعطيك اللون، المهم من النكهه. اكيد شم ريحتها طبعا. عم بتجنن، كثير حلوه. بنكمل تحريكها برضو على نار هادية، انه هدينا شوي النار. طبعا هذه من الاشياء اللي تتحرك مرة كثير و لازم كل القوات. بدها قوة. اساعدك؟ لا اذا تعبت ايدك؟ عادي اوكي. عشان اتعلم. ذكرتني بحلاوة الجبن، بدها قوة وبدها حيل كثير. تقريبا بدأ يستوي. وطبعا بدها وقت حسب ما بتاخذ اللحمه يعني. حنكمل احنا ونقدم هذا ونقدم صحن السلطه وخليه ياخذ راحه، او انك اذا بدك تضيفي له الاضافات الثانيه. اتوقع هيك صارت منيحه. ايوه تقريبا. ايوه والافضل انه نسوي ثبتت مع بعض التمر. أيوة. وصار لونها برضه يغمق. أيوة. يعطينا اللون الغامق. اوكي كده تقريبا استوت. أنا بحب هاي الأكلات. طبعا دحين حنسوي السلطة عبال ما لازم تبرد. هو أفضل إنه تبرد شوية عشان تاخذ تتماسك مع بعض. اوكي خلينا بس ننظف المكان شوي. عندنا سلطة الجرجير، سلطة سهلة طبعا فيها إضافات كثير، بتوقع هي حتكون فريش، سريعة، خفيفة، نظيفة. مكوناتها شوف خلود. المكونات جرجير وفراولة وزيت زيتون وليمون. طبعا تقدر تضيف عليها اي شيء ثاني اللي تحبيه، يعني سنوبر، كاجو، ممكن اي نوع من انواع المكسرات على حسب الواحد. اكيد. طبعا هلا الدريسنج تبعها ممكن ليمون وزيت زيتون وشوية ملح، ممكن بلسمك، ممكن دبس رمان. أكيد. ممكن نضيف لها بصل شرايح، بصل ابيض شرايح، فهي بتنعمل باكثر من طريقه، وهذه يعني هي خفيفه واسهل يعني طريقه. وطبعا اضافات السلطه، بطل في سلطه انه تحكي انه هذه السلطه هيك اساسها، اوكي في اساسيات، بس هاي الشغلات الثانيه اللي بصير تيجي انه انت بتحبي نكهه خلاص اصلا ما صارت في اساسيات بالضبط. يعني بصفه الواحد من كل ما يروح بلد يختار شيء ينحط فيه خلاص تعتبر حتى سلطة. معظم البوفيهات صارت بحطوا لك الخضار كلياتها وانت جمعي افتكري سلطتك بايدك. طبعا اول شيء حقطع الفراوله. انا حاشوف القرصان، انا كثير متشوقه لإله. ريحه بتجنن عن جد. نتركها تطلع شوي.
اتوقع بكفي. انا صحن طبق بسيط. طبعا الاشكال ممكن سلايسات، ممكن مثلثات حسب الشكل الواحد اللي بدي اياه. زي ما حكينا قبل بحلقة قبل انه السلطات عادة بتتحضر فريش، ما بتتقطع قبل بوقت الافضل يعني، او انه نجهزها ونخليها موجودة. اما كاضافة الصوصات والدريسنج وهذه الامور على طول وقت التقبيل، لانه على طول في ليمون في خل ممكن يكون كلها رح يعني تدبل ويروح شكل السلطة، تبطل انها فريش. وسارة حتى في اي مكان انه دريسنج دائما منفصل وفي انواع كثير، بتاخذ الخضار او السلطه وعلى طول على انه بنحط لها الصوص تبعها او الدريسنج. نكهه الفراوله مع الجرجير عن جد رهيبه، وبوجود زيت الزيتون والليمون برضه البلسمك بيعطي نكهه غريبه معهم يعني، بكملهم زي ما بقولوا. تقطيعك انه خشن، انه ما بدنا انه كل ما قطعنا الخضار كل ما راحت فايدتها، فانه بنحاول تكون انها بشكل عشوائي او قطع كبيره. تعمليها زي طبقات. ايه ايش احكي لنا شوي عن الاكل الحجازي، بدنا نعرف عن الاكل الحجازي ايش الاساسي او ايش المشهور في الحجاز او الاكلات المميزه بالحجاز. طبعا احنا الاكل الحجازي خليط الثقافات اللي جت كل الثقافات اللي دخلت علينا على مكه وجده فسموها اكلات حجازيه يعني. أيوة. من كل الدول خليط. تقريبا اكيد فصراحه هذا شيء مره كويس انه من كل بلد تقريبا في اكله مميزه فسميت بالاكل الحجازي يعني. انا هذا يعني اخذت ثقافات الناس الثانيه. انا هذا اللي لاحظته انه هو عباره عن خليط من كل الدول، انه لانه معروف ارض الحجاز كلها كثير كان يجوها من جميع الدول وما زال يعني يجيها من كل العالم، فاكتسبوا طبخات او وصفات لمعظم الدول الموجوده اللي كانت تيجي. خلينا احنا تكمل المرقوق. ايوه خلاص تقريبا طبق السلطه صار جاهز. انت معلقه على المرقوق، شكلك نفسك في المرقوق. سوري القرصان مو راضية تزبط معي، ما بقول لك مو راضية تزبط معي ابدا. طبعا القرصان كل واحد على حسب في ناس يحطوا المرقة وبعدين يحطوا نفس القرصان. في ناس بنفس ده خلاص لما تستوي المرقة يقوم يحطوا عليه عشان يعني ممكن هذاك بفشفش اكثر، هذا بشوي بكون في شوية قرمشة ماسك اكثر. أيوة. فممكن ما يبين لك. ايوه انه لو حطيناها من الاول حتصير ممكن قطعة واحدة او تصير زي العجينة ممكن. ايوه يتمسك مع بعض فهذا ممكن بس كده يتشرب على نفس ده نفس المرقة انه مجرد زي ام علي طبيخ. اكيد كمية طبعا حسب انها تكون فيها، لازم تكون فيها شوية مرقة انه ما تكون زيادة. ايوه ما تكون ناشفة. أيوة. هذه ميزتها انه ما تكون ناشفة يعني تحس انه تشرب. وبرجعها على الغاز ولا لا؟ مو شرط خلاص كفاية انه هي زي تنتقع. ايوه بس تنقع بيها كأنه. طيب خلينا نخليها منقوعة، خلينا نحضر أو نكمل اللي هو صحن الحلا. أنا عارفة المخرج بيحكي لي هذه قرصان، أنا من أول الحلقة بحكي مش راضي تزبط مع القرصان، بضل أحكي مرقوق. فهو بقول لي هذه قرصان مش مرقوق، وهي حتى علقت بس مش راضي تزبط معي خلص. شكله جاء عبالي انا المرقوق قرصان. خلاص ما راح الخبط هلا. اثنين نزل. ثبت لك اياها. بدك تعملها بطريقه طبعا مودرن، هي طبعا اكيد بتنحط بصحن وبنحط لها الاضافات الثانيه. خليها شوية لبعد ما نعبي هذه. بس كيف ريحتها يا ياسمين؟ صراحة أنا بحبها يعني، هاي ضايقتها قبل.
اي شيء فيه تمر وهاي الشغلات الطحين او السميد والحليب عن جد لذيذه. بتتاكل طبعا دافيه ما بتتاكل بارده صح؟ آه ايوه بس يعني مو مره مش سخنه بارده دافية. ولا هي حاره اكيد. من جد طعمها طالع زي الكنافه. ما في مشكله هلا بنسوي الوجه. اوكي صراحه لازم تدوقيها كثير بتشهي. ان شاء الله ان شاء الله عليها. طبعا التزيين كل واحد على حسب اللي هو حابه يعني ممكن مكسرات ممكن حبة بركة طبعاً التمر مع عسل مع حبة بركة مع طحين بر أتوقع يعني صحي مثالي صحي ما في بعده. طبعاً هنحط العسل بس هدول حقون السكر أكيد يبعد عن العسل في عسل خصوصي لأهل السكر يعني ممكن نحط إشي بسكر عسل وإشي بدون عسل نقدر ممكن نحط السكر البراون هذا أيوة بس في عسل خصوصي لمرضى السكر يعني بيكون في يعني هو خصوصي لإلهم على ما أظن أنواع كثير يعني في إلهم أكيد طبعا أنا التمر لحال أصلا هي بتوقع كفاية. صعبة صعبة لإلهم. هاي طبقنا الثاني صار جاهز هلا اللي هو الهريسه العصيده طبعا كده انتوا لخبطتوني لانه عندكم نفس الشكل ومسميات مختلفه. لحظه اجيبك جيب شيء يعني ابغى اسالك يا شيف نسرين تفضلي ايش اهميه التزيين للاكلات؟ في انا من النوع صح. صراحه كويس اطبخ يعني اطبخ عمري ما فكرت انا انسق الاكل قديش مهمه هذه شوفي معروف معروف في عندنا مثل بقول العين بتاكل قبل التم فاحيانا ممكن يكون النكهه كثير زاكيه بس الشكل مو حلو فانت اصلا بتكشي من البدايه. طيب الاساس هو الطعم يعني اكيد الاساس هو الطعم بس برضه انه برضه مهم عشان يلفتك يعني. انك تيجي توصلي للطعم يعني ممكن انك تشوفي الاشي مو حلو خلص يعني تبطلي انك تاكلي الواحد لما يجي يغرف يقول لك ايش الاولاد جعانين ابوهم جعان مستعجلين شو لك اياها يعني انا ببيتي اوكي بزين بس مش لدرجه انه بتكة ومش عارف شو يعني نكون واقعيين اكيد اذا في ناس وراك بتستنى بس احنا يعني مثلا بنشتغل في مطاعم او فنادق فاكيد راح يكون يعني بدك تجذب الناس طبعا ايش نوع من الدعايه نوع من انه جذب الناس صحيح. هلا طالع شفت الموديلات الصغيره الحين انا حركه القلب هذه عجبتني صراحه يعني مثلا شكلها احلى من لما تحطيها كلها فوق بعض اكيد كده خلصنا ويسلموا ايديها الشيف خلود صراحه يعني الشكل والطعم يعني مثلا هلا لو جابته وحطته مثلا مجرد رشه البقدونس هذه فرقت كثير فرقت صح ولا لا هون مثلا شكل القلب تقدري تاكلي انت مثلا في بيتك عارفه النكهه بس لما تجيكي ناس يعني اكيد لازم يكون منظر السفره الترتيب كثير في امور يعني بتلعب في الاكل وهلا انت مثلا كمطعم او في مكان في كثير ناس بتروح على الشكل وعلى السمعه اكثر من الطعم بنسوا كل صحيح. هذا الموضوع طبعا احنا انا بالنسبه لي الطعم مهم بس بين ما تجذب الناس انك عشان تورجيهم انه الطعم يعني هذا جيد او انه طعمه كثير كويس لازم اصلا تلفتيهم ما راح يقتنعوا اذا كان الشكل مو حلو صح؟ فعلا صحيح. وطبعا احنا يعني كثير صرنا نحاول نلعب بالالوان شوفي يعني مثلا هذا الصحن بسيط جدا بس شوفي الوانه كيف كثير حلوه وعلى رايك انت قلتي هون الشكل فرق انه بالشكل لو حطيتيه ممكن انا مثلا او الاطفال لما يشوفوا منظره مثلا محطوط بصحن ممكن ما يتشجعوا خلاص ما يخطر ببالهم انه لذيذ الالوان نعم فعلا اكيد والاشكال وفي حاجه بقولها انا في من المواقف اللي حصلت لي كانوا يقولوا الاكل السعودي اكل فقري يعني كله نفس الطريقه عجينه وطحين ورز وحط وده فانا صراحه انا مره زعلت فحسيت انه يعني شيء ليش يقولوا عننا كده فصرت كل ما اخش مسابقه او اي حاجه احاول انه انا اغير لهم هي الاكله السعوديه بس احاول انه انا اغير ستايلها نهائيا ما تصير سعوديه ما شاء الله دخلتي مسابقات يا شيخ نسرين انا وشيف خلود كمان دخلنا مسابقات اعطونا من تجرباتكم
في عنا مسابقات احنا كانت تصير بجدة عرفتي، فهي بتكون متسابقات طبعا كوك لايف على مباشر. أيوة. معنا 45 دقيقة بدنا نحضر أكثر يعني طبق رئيس زي هذا المبدأ، بس طبعا لما تكوني حكام جايين دوليين. أيوة. وحواليك ناس كثير وناس بتشجع وناس يعني طبعا أنه بتكون حتى الإمكانيات ما بتكون كثير موجودة، والحمد لله أخذنا ميداليات وهنا بنقدم معاكم برامج هنا والحمد لله شغالين تمام الحمد لله. وكنتي تنزلين طب تنزلون طبخات كل واحد يعني على بلده؟ طب كل واحد في بلده ممكن تعمل. ايوه ممكن تعملين اكلات عالميه أيوة. اي شيء كل شيء يعني هو الاساس العالمي. في كثير في ناس مثلا اخذوا زي مبدا مثلا زي خلود ممكن تعمل هذا العصيدة تعملها بشيء مودرن اكثر يعني تقديم مثلا 5 نجوم بس هو الاساس عصيده، وكثير صارت ناس مثلا سووا المعصوب سووا المرقوق سووها الجريش أيوة. كمان يعني حتى نالت على اعجاب ناس اجانب اللي هم ممكن يعني استغربوا هذه الوصفات بس من شكلها من اضافات بسيطه ما غيرت الطعم بس اعطت يعني بالعكس قوه للصحن عرفت العالم يعني كثير في امور يعني صارت انه وديش تستثيرك دائما الاكلات اللي غير بيئتك ومجتمعك يعني زي الحين انت ما شاء الله طبخه للنجديه صح؟ صح وانت من بيئه حجازيه اكيد قديش يعني تستثيرك الطبخات اللي غير مجتمعي غير بيئتك؟ بصراحه يعني احاول انه انا احاول انه قدر امكاني انه انا سعوديه احاول انه تغطي كل اغطي كل شيء فهو ده مو بعدين حتى يعني بغض النظر انه الواحد بحب يتعلم الثقافات يعني انا مثلا فعلا. مش انه انا مثلا اذا انا اردنيه خلاص لازم اطبخ الاكل الاردني اذا هي سعوديه بالعكس يعني هي كيف بدك تعرفي ثقافه الدول هاي فعلا. ثقافه حتى العلم يعني العلم مش بس انه مثلا دراسه وكتب نعم. بالعكس انك بتفوتي على ثقافات الدول الثانية مثلا تروحي على أي بلد تعرفي ثقافاتهم إيش أساسياتهم يعني من مبدأ الثقافة طبعا اللي بيحب الطبخ ممكن يتعلم أي شيء يعني أي شيء ممكن الواحد يطور حاله ويحاول أنه يعمل أي شيء مثلا حتى أنا ممكن أخذ وصفة عالمية أخليها عربية أو العكس يعني يعني مثلا في معروف انه البهارات في مثلا الصيني لهم بهارات الخليجي له بهارات الهندي له بهارات ممكن اطبخ الطبخه بس بهارات يعني اعكس يعني انا واجه مشكله لما اروح مطعم وتعجبني الصوص والصوص ولا الطريقه المطبوخ فيها فتلقيني اسال الشيف ولا اسالهم يقول لك لا تعالي اذا تبغيها تعالي كلي ما يعلمك انت ما شاء الله بما انك متخصصين يعني عندكم القدره اذا ذوقتوا الطبخه تعرفون مقاديرها اكيد لازم أكيد. يعني هذا لازم اساسي خصوصا المطبخ الهندي لما نروح مطعم اكيد انا بالنسبه لي بقول لهم بشع يعني لما باكل بشم على طول اصلا مجرد ما تاكلي يعني ما شاء الله صارت عندكم القدره على تحليل مكونات الطبخ يعني الواحد انه خلص مش جداد مثلا في المجال وحتى في ناس ما لهم دخل بالشيف عرفتي بس ذويقه بالفعل بتلاقيهم بيطلعوا بس انه انا مثلا ما اعطيش وصفه ما اعطي لا هذا المبدا انا عندي مبدا انا بعطي وصفاتي بس كل واحد له زي ما بيحكوا نفسه كل واحد له طريقته صحيح. كل واحد له اسلوبه أكيد. فاكيد يعني وطبعا المطاعم لهم شويه يعني ريسبيات شوي مختلفه اكيد لا بس انه التقديم حيكون مختلف شوي وممكن انت تعرفي يعني اذا انت عرفتي مكونات ممكن تطبقيها ما في بالاخير الذ من طبيخ البيت واكل البيت يعني نشكر لكم حضوركم تسلم الايادي الله شكرا على الطبخات اللذيذه هذه اللي قدمتوها لكم الف عافيه الله يعافيك يا رب تسلمي